اتفضل. اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدين ومتابعين بوابه فيتو. انا الطيب غريب مدير معابد الكرنك، بكلم حضراتكم من امام الواجهه الاماميه من الناحيه الغربيه لمجموعه معابد الكرنك، وهنتكلم عن حاجه تعد من المعالم الرئيسيه والهامه داخل مجموعه معابد الكرنك، وهي الميناء الضخم امام معابد الكرنك. قام المصريين القدماء دائما ما كانوا يقومون بتشييد المعابد المصرية القديمة إما على نهر النيل، على ضفة نهر النيل مباشرة أو قريبا من نهر النيل، ويقومون بربط نهر النيل بالمعبد بوصلة مائية عبارة عن قناة. ليه؟ ده كان السبب الرئيسي ليه، هو عملية تحميل الأحجار اللي كانت بتيجي من المحاجر اللي كانت منتشرة في ربوع مصر سواء في الشمال أو في الجنوب. فعلى سبيل المثال عندنا محاجر الحجر الرملي في جبل السلسلة 165 كيلو جنوب مدينة الأقصر حاليا، عندنا محاجر الحجر الجرانيت اللي عملوا منه المسلات والتماثيل العظيمة اللي كانت موجودة في تاريخ الحضارة المصرية عامة، ودي موجودة جنوب مدينة أسوان على بعد تقريبا 300 كيلو جنوب مدينة الأقصر حاليا، عندنا محاجر الألبستر اللي موجودة في حتنوب في المنيا تقريبا 550 كيلو شمال مدينة الأقصر، وأخيرا عندنا محاجر الكوارتزايت أو حجر الكوارتز الأحمر الجميل واللي قد منه تمثالي منه، وده موجود في الجبل الأحمر في القاهرة تقريبا 800 كيلو شمال مدينة الأقصر. ولما نتكلم عن عملية تحميل الأحجار نعرف مدى ذكاء وعبقرية المصري القديم اللي كان يبحر جنوبا من أسوان وجبل السلسلة عشان يجيب الأحجار إلى هذا المرسى على سبيل المثال، أو عندما كان يبحر ضد التيار. الإبحار من الجنوب بيبقى مع التيار، لكن الإبحار ضد التيار لما بيجي من الشمال سواء بحجار الكوارتزايت أو بأحجار الحجر الجيري وأحجار الألبستر، ده كله بيدل على مدى عبقرية وعظمة المصريين القدماء في عملية نقل الأحجار. إكمالا لهذه السلسلة من الأعمال كان يقوم المصري القديم بعمل مرسى لرسو هذه السفن التي تقوم بتحميل هذه الأحجار، وعلى سبيل المثال هذا المرسى أو هذا الميناء النهري العظيم، وده أكبر وأضخم ميناء نهري حصل في تاريخ الحضارة المصرية على الإطلاق. عندنا تقريبا عرضه 22 متر والطول بتاعه تقريبا 25 متر، بنعتقد حسب الأعمال اللي تمت من 2000 تقريبا و2 وحتى العام 2010 من قبل البعثة المصرية للآثار اللي كانت شغالة في هذا المكان تابعة للمجلس الأعلى للآثار، بنعتقد إنه هذا الميناء تم في أواخر عصر الأسرة العشرين 19 أو العشرين، يعني في أواخر عهد الدولة الحديثة، ولكن تم عمل استكمالات فيما بعد. فعلى سبيل المثال هو كان كتلة واحدة، ولكن في عصر الملك طهرقة تقريبا 625 قبل الميلاد قام الملك طهرقة بعمل ممر ملكي زي ما حضراتكم شايفين، وقام برفع مستوى الأرضية فوق مستوى الرئيسي والأصلي للميناء عشان يعمل ممر ملكي لرسو لعل السفينة بتاعته اللي كانت بترسو للدخول إلى داخل مجموعة معابد الكرنك. هذا الميناء هو أضخم ميناء في تاريخ الحضارة المصرية على الإطلاق، ولقينا في مقبرة في الغرب بتدعم مقبرة نفرحتب TT 49 منظر مختلف شوية، عبارة عن قناة بتصل معابد الكرنك ونهر النيل، عبارة عن قناة حرف T. طيب هنا مش حرف تي، يبقى القصة ايه؟ باختصار شديد بنعتقد حسب الحفائر بتاعتنا والاعمال اللي قمنا بيها والدراسات ان الستايل او النموذج بتاع حرف تي اللي موجود على مقبرة نفرحتب كان موجود داخل المعبد، ولكن مع تطور وامتداد وتوسع العمران داخل مجموعة معابد الكرنك والتشييد والبناء من قبل الملوك تم ردم هذه القناة والامتداد من الناحية الغربية خاصة مع تزحزح النيل لحوالي 400 متر إلى الجهة الغربية، وقام بإرساب كل النايل سيلت أو الغرين الطيني وطمي النيل إلى الناحية الغربية. إذن نهر النيل، ودي المعلومة الرئيسية، أن معابد الكرنك قديما في بدايات الأسرة الـ 18 بداية الدولة الحديثة كان المرسى داخليا لعله أسفل الصرح الثالث، لعله أسفل صالة الأعمدة، آراء كتير، ولكن مع الامتداد العمراني والتوسع في تشييد هذه المباني العظيمة تم الامتداد إلى الناحية الغربية خاصة مع تزحزح النيل وتشييد أضخم ميناء
في تاريخ الحضارة المصرية على الإطلاق على نهر النيل مباشرة، وهذا ما أكدته الدراسات والأبحاث والحفائر اللي قامت بها البعثة المصرية في الفترة العشر سنين اللي احنا اتكلمنا عليهم، وعملنا مجموعة من الدراسات وتحليل للتربة أكدت أن مجرى نهر النيل كان أمام معابد الكرنك مباشرة. نهر النيل بعد عملية التزحزح بتاعه، لأن النظرية العلمية بتقول أن كل أنهار الجهة الشمالية من الكرة الأرضية بتنحر في الناحية الغربية وترسب في الناحية الشرقية. معنى كده إيه؟ معنى كده أن نهر النيل العظيم، هذا الشريان العظيم والنهر العظيم اللي قامت عليه هذه الحضارة العظيمة، الحضارة المصرية، كان ينحر في الناحية الغربية ويأتي بإرساباته غرين الطين والطمي اللي كان بيجيبه من الحبش عبر آلاف السنين على في هذا المكان، بما يعني أن نهر النيل، مجرى نهر النيل كان هنا مباشرة، وكان هذا الميناء على نهر النيل مباشرة، وتم تزحزح وتحرك نهر النيل إلى الناحية الغربية. طبعا الكلام ده حصل خلال مش أقل من 4000 سنة، فرويدا تزحزح مجرى النهر إلى الناحية الغربية وترك الإرسابات اللي استغلها المصريين القدماء في عملية التوسع والامتداد العمراني إلى الناحية الغربية وتشييد هذه المباني على ضفة نهر النيل الشرقية في ذلك الوقت، ومنها هذا الميناء العظيم اللي احنا بنتكلم عنه أمام مجموعة معابد الكرنك من الناحية الغربية.